السلام عليكم، مرحبا بالناس لو يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لو معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. شاهدنا ماذا قال يعني علي بن شيخ عندما كان له لقاء مع رئيس تبون، يعني هذا كل ما حكيناه يعني في الحفل تاع حرية التعبير تاع الصحافة، من خلو علي بن شيخ يوضح أكثر وأكثر، يعني يوضح أكثر وأكثر، ربما وين قال باللي عنده اجتماع يعني مع لازم يكونوا ناس يعني اللي يتكلموا يعرفوا شكاين يعني في البطولة الجزائرية والمنتخب الوطني الجزائري، يعني ما نسمعوش دوك يا سمعوا ناس اللي تهدر، ناس اللي دومونداو يعني باش مدرب يحط بيلون تاعو في الديتيال اللي مكاش، كاين بزاف امور ما نسمعوش تاع قاسما قاسما ما نسمعوهاش نسمعو هذا. انورميمون بليزير اي دايور جي ريبوندي بريزون تو سويت. هذه وحده حبيت نقول كلمه برك على حريه التعبير، لا ليبرتي دو لا بريس، اي سورتو انا نضل لي ميسيون تاعنا لا ريوسيت بيان سور سي الناس اللي فيها، مي لا ريوسيت ريالمون لا ريوسيت جايه بالنسبة للقاء شفناك في لقاء يعني لقاء ذو شجون بين رئيس الجمهورية وسيد علي بن شيخ، ماذا دار بينكما؟ هل يمكن أن تفسح للرأي العام أم تفضل أن لا تقول كثير من الأمور؟ نعم بشر ما نقول لك واش كاين، نقول لك واش كاين، رئيس الجمهورية تكلم بيسر على على الإصلاح الرياضي اللي احنا رانا نضلوا نتكلموا عليها، شعرنا بانه متابع للشعبي الكروي، يتبع هذا الفساد اللي كنا ندينونسيو فيه هو على باله به، وتكلم على الاصلاح الرياضي بيان سور رياضي بريوريتي، الاصلاح الرياضي لازم ضروري طاع على بريوريتي بوكو بلوز امبورطون كو هذه، مي بور نو حنا من عند هذيك اللي نتقلقوا خطرات باسكو ماذا بينا تمتم يطاكي وتمتم، مي كاين امور اللي يكونوا ديباس حنايا والانتيري تاع البلاد باس افو هذا الشيء هذا، مي ان شاء الله يلحقوا ليه على حسب من فهم. تكلم لك تكلم لك ايضا على مولوديه الجزائر. لا يتكلم بياسر تكلم على المولوديه وقال يحب مولوديه ويحب سيربي بياسر، قال لك نحب مولوديه. انا كي سالته قلت له علي بن شيخ كان دابا تتكلم معه عن مولوديه الجزائر، سالك انا كنت حاضر، قال لك كيف هي احوال المولوديه، وبعد ذلك قال لك حتى انا من محبي هذا الفريق، وبعد ذلك كان حوار بينكما. شوف لي لي زونسيان لي كبار لالجيري كاع تيريتوار ناسيونال كانوا كاع يحبوا مولوديه، لان كان فريق واحد في الجزائر في وقت الاستعمار، ما كاين لا اثنين لا ثلاثه لا والو، كان الاول هو المولوديه الجزائر، والو هذا الجزائريين كاع كون كان الحرب كاع يتبعوا مولوديه. لاغريف لاغريف مولوديه علاقتهم وكذا، لاغريف اللي دار كان جبهه المولوديه تاع البلاد بريمير ريسبونس دو سو بي. انا جو بونس كو المولوديه كان سلسال 23 لاعب بالبريزيدون بالاسواق ديالو كلش طلعوا لي الجبل كاع ماتوا مساكين الله يرحمهم. كان في حديث ايضا ما تكلمش على المنتخب الوطني، لم يتكلم. نعم ما تكلمش على المنتخب الوطني معنا احنا، ما تكلمش على المنتخب. نعم انا معايا ما تكلمش كاع ما جبتش كاع المنتخب الوطني، تكلم على كرة القدم الاصلاح الرياضي بالجزائر الاصلاح الرياضي وتكلم امور شفناك في حديث بينه وبينك وبين شفتك انت حبيت تحط ودنك بصح ما تسمع والو يا والله هذه ما تقولناش واش كاين على كل حال حنا احنا ان شاء الله عندنا انت ماشي بيا عبد بيا احنا عندنا الثقه في 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 الرئيس الجمهوريه، عندنا الثقه في السلطات كاع المسؤولين كاع، ان شاء الله كل واحد يدير حاجه باش بورج لانتيري دو سو بي. احنا كي نتكلموا على الرياضه نتكلموا ندينونسيو باسكو نام نوتر بي، لو كان ما جيناش نحبوا بلادنا ندخلوا كيما راهم الناس تاع الفساد وراهم يفسدوا ويديو دراهم كبار وساكتين 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 وساكتين. احنا احنا نتكلم على نفسي على كل حال، كل واحد اللي حر. انا نجوز دائما لانتيري دو مون بي قبل اي حاجه بيان سور، وكان كاين حاجه اللي تفيدك انت ولا انا ولا بيس تو تافي نورمال، اوني دي زاتر زيبايا اوني دي زونفون سو بي، مين
المصلحه تاع البلاد جزء قبل كل حاجه في اي ميدان. ما كاش واحد اللي يحب هذا الوطن وكيزقولوا اني ريبون با بيزون. يا هربت لي ولا تريد ان تفسح على كل شيء واش دار بينك وبين الرئيس؟ دار غير الخير بك. الرئيس كان بن بن لاباس عليه يضحك واش تزيد؟ كان لاباس عليه. مي واش قلت له في هذا ما تقولش. انا جيت امور علاش نبوزي لك لا كيستيون اوترومون. انت في هذه الحصه معروف معروف بالصراحه تاعك الانتقادات اللاذعه سي صح اللاذعه على سير كره القدم. هل هذا وهذا وجهه النظر هذه الانتقادات حملتها للرئيس الجمهوريه وقلتها له كما راك تقولهم هنا اسك لي ميم كريتيك تو لي زافورمولي بور كونت فو زافي لوكاسيون دو انت تدري بلي رحت ملعب. لا شوف اسك لا لا شوف ما يكذب عليك قعدنا 2 مينيت 30 على بو بري هكذايا واجب عليك تخلي رئيس الجمهوريه وي يتكلم وانت تسمع تنجم تجليسي زوج كلايم ولا وي تكلم كان على الملعب تاع الدويره تاع المولوديا وقال لي قريب يوجد دونك مي كي لو فات كي تكلم الاصلاح الرياضي او 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 اونكور كيما يقولوا ديجا ما كانش بوز لا كيسيون صافي دير اصلاح رياضي رانا روطار على هذا الفساد راه هو كورون كيقول لك الاصلاح الرياضي وكاين سيرتان كلوب اللي تسمى لا ولكن انا نكشف في سبونسور ولا مظلومين ولا مي الدولار يتخمم في هذا الشيء هذا لكن انا نكشف ربما سر نكشف سر بالك ربما سر ولو انه كانوا معنا زملاء وكان الناس كانت تسمع انه طلب شيء قال بلي سيستقبلك في هذه الايام او لاحقا لامر ولا امرين مهمين هل صحيح هذا صحيح قال لي وي قال لي نشوفك قال لي نشوفك صح دونك سو لونسون بروغرام قال لك نشوفك لامر مهم ان شاء الله ان شاء الله دونك ولا دونك نقول لك دونك وانا نقول لك انه هو قال الرئيس الجمهوري قال قال الى سيستي الى سيستي صح مي قال لي ايه وان شاء الله وانا واش نقول انا يسقيو لي راني حاضر ما سقاو ليش راني معك واحد اللي كان قابل فيها ربما هو شاف متتبع كما تقول يشوف بعض الاحيان يشوف الحصه يشوف بن شيخي كاين اولويات كاين دي بريوريتي ديجا شوف كي يتكلم على الاصلاح الرياضي صافي دير سوي وكره واش راك تقولوا الميساج انا واش فهمت الميساج صادير راني تو كره رانا نشوفوا في هذا الشيء مي كما قلت يا دي بريوريتي وهي جايه هاديه وحده يتكلم لك على الملعب اللي او قريب يوجد تاع دويره صافي دير باجو ميساج مولوديا سي نورمال داير الشعب تاع مولوديا ولا يحبوه اونكور بلوس بور بور هادشي هادي وحده وقالنا صافي دير راني نتبع مام الملعب راني نتبع بلي راه يوجد في اقرب وقت وسي فري في وقته اللي كملوا هاد لي ستاد وجدوا صح الاخرين قعدوا 14 سنه 18 سنه وهادشي وهادشي سامح لي وهادشي كي تشوف هذاك الملعب تاع الرقي مانيفيك جو سوي سور تاع تيزي من برا شفناه مي كي تشوف من برا كيفاش داير فريمون يكون سور يكون مانيفيك وهادشي المهم بالشيخ تلاقى الرئيس والاصلاح الرياضي وان شاء الله بربي يزيد دخلها له ملي براسو كي تلاقى به قول له غير الاصلاح الرياضي اصلاح رياضي وهذو لي بريزيدون هذو اللي كاين شوف كاين واحد الطيف واحد هذا الناس هذو كيسموهم هذو العلوج هذو اللي راهم في الرياضه هذه اللي جاوا من 2015 2016 2017 كما صاوا يرسموا فيهم لازم هاد الناس ما يكونوش باش تكون الاصلاح لازم كاين ناس ما يكونوش لازم يبعدوا على الرياضه نهائيا خاصه يعني جماعه 2017 يا ودي بعدوا نهائيا بعدوا نهائيا يا خويا لازم ما كاش لازم هاد الناس ما كاش الا باين براو لازم ما كاش خاطش عليه يعني وين فساد كبير فساد كبير وما عرفتو كيفاش واش خلاو وهي الاصلاح كاين لو كان يبغوا يا ودي بالخب 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 يتيروا في يتيروا يتيروا غي دوسي واحد كلش راح دوسي واحد بلاش كلش يمشي هذه هي كلش سهل والله لا كلش سهل لو كان يبغوا يخدموا نتمنى ان شاء الله بربي هذا مكان اصلاح رياضي اللي انا نقول لكم عليه الى بين نجحوا كاش دير لنا فيترينات عليك ابن مسعود تقول لك تو فابيا كاش تو فابيا اللي راه يدخل في جيبه
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله ديما معكم بالجديد، واللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم. صايت وخاوتي.